السلام عليكم. تتدعم المنظومة القضائية في الجزائر بمجلس قضائي جديد بولاية أضرار، واللي نشوف هنا الصور نتاعو ونشوف يعني الطابع العمراني اللي يتناسب مع يعني الطراز المعماري نتاع المنطقة تاع أضرار، وكذلك يعني في المنطقة ككل، كذلك ولاية تيميمون كلها عندها نفس الطابع المعماري اللي يعني يستمد يعني بعض الخصائص نتاع الطابع العمراني تاع المدن تاع الساحل، يعني كل الشريط تاع الساحل من موريتانيا الى مالي النيجر، كل هذه المدن المناطق اثرت على الهندسة نتاع العمران في هذه المنطقة الصحراوية، والتي تمتاز بالسمك نتاع الجدران تاعها للحفاظ على يعني نفس الحرارة داخل الفضاءات، وكذلك تمتاز باللون الأحمر الذي يستعمل كثير في هذه المنطقة، وليعطي طابع يعني أوتنتيك حقيقي لهذه المنطقة، يعتبر إضافة لبناء الصرح القضائي في الجزائر، اللي على بالنا باللي القضاء هو زوج أجزاء، هو أولا الروح، لازم الروح نتاع القضاء تتمثل في القوانين والمستمدة من يعني ديننا الحنيف، وكذلك الشق الثاني وهو الهيكل، واللي احنا أنا صدد الكلام عليه، يعني كل هذه المجالس القضائية تعتبر الهيكل الأساسي ضروري يعني لإقامة يعني منظومة قضائية وعدالة في الوطن، وهذه مش خاصة بالجزائر، لاحظ أن في كل دول العالم المجالس القضائية والبناءات الهياكل يعني في الميدان القضائي تكون دائما البناية تكون ضخمة وتكون عندها هيبة، لتمد الهيبة لازم القضاء هذا يكون عنده الهيبة، والخطوة هذه الأساسية يعني الخارطة المجالس القضائية في الوطن تعتبر خطوة إيجابية جدا وخطوة ذكية لإعطاء القضاء الهيبة نتاعه في المجتمع، لكي يفرض الكلمة نتاع القانون، تفرض إن شاء الله أن يكون التكوين نتاع القضاة والمحامين وكل يعني العنصر البشري في الميدان يكون في مستوى لأداء الرسالة نتاع العدل والعدالة في هذا الوطن، إن شاء الله يكون فيها خير، احنا نتمنى الخير رغم ما كل ما قد يعاب عندنا في هذه في الميدان، يعني احنا على بالنا بالمشاكل هذه، لكن نصبوا إلى غد أفضل. نترككم في